السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. وفيديو جديد بإذن الله. الفيديو النهاردة هنتفرج فيه على، يعني فتحنا العشوش وطلعت كده الفروخ الصغيرة أو الزغاليل الصغيرة بره، وبدأت أنظف العشوش بتاعتي وأشمسها، ورشيت عليها الحاجات اللي انا برشها وحاجات النظافه، وغيرت الفرش والحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت عقبال ما العشوش دي تنشف هتكلم معاكم عن كام نقطه كده تخص موضوع التنظيف بتاع العشوش والزغاليل برضو، والاهتمام، كيفيه الاهتمام بالفروخ الصغيره والزغاليل في العمر ده. العمر ده لو هتبصوا انا جمعت لكم الزغاليل اللي عمرها قريب من بعضه، اللي انا عايز اتكلم عليهم في المرحله دي بالتحديد. هتلاقوا هنا عمر حوالي اسبوع، ده عمر حوالي اسبوع تقريبا، خلاص يعني 6 ايام اسبوع في الرينج ده، خلاص اصغر حاجه معانا. وبعد كده بقى في برضو اعمار تانية، يعني ده مثلا ممكن يكون 10 ايام وهكذا. بقى هتلاقي حاجات، ده عمر مثلا 12 يوم، ده عمر 12 يوم مثلا، خلاص وهكذا. معانا بقى يعني تقريبا بنتكلم في ان الاعمار هنا من عمر اسبوع لعمر ماكسيموم 3 اسابيع، اللي هو مثلا ان ممكن الفرد ده يكون عمره يعني 3 اسابيع او اقل، حاجة بسيطة. الزغلول ده ممكن بقى عمر مثلا 18 يوم، من 18 كده ل 20 يوم، خلاص. طيب هو دي الاعمار اللي انا اتكلم فيها، اللي هو من عمر اسبوع لعمر حوالي 3 اسابيع. ليه بتكلم عن المرحلة دي بالذات؟ لأن المرحلة دي مهمة جدا، مهمة جدا. ليه بقى؟ لأن خلاص الفروخ أنت خلاص تقريبا كده عدد البيض اللي عندك في العش كله فقس، واللي ما فقسش خلاص هو بايظ أو كان غير مخصب يعني، أو كبس أو كده. فخلاص دي عدد الفروخ اللي عندك. أول حاجة إحنا بننظف من العمر ده، يعني اول ما اصغر زغلول عندي يقرب من العمر ده بتعمل التنظيفه الاولى، اللي بتكون بقى تنظيفه محترمه جدا. ليه؟ علشان خلاص كده معنى الكلام ده ان في فروخ عمرها مثلا اسبوعين، بقى لها اسبوعين الفضلات بتاعتها عماله بتخرج، او 10 ايام مثلا، فوسخوا العش بتاعنا. فخلاص اخو اصغر زغلول بقى العمر ده او اصغر منه شويه هننظف. بتنظف ازاي بقى؟ بتنظف بان انت طبعا بتفتح العش، بتسحب الدرج بتاعك، بتنزل الفضلات بتاعتك كلها اللي موجوده في الدرج وفي العش في حاجه مثلا حاده زي مثلا سكينه المعجون. وبعد كده بتجيب الفرشه بتاعتنا، فرشه صغيره بتاعت الفرشه والجروف ديت، وتنظف بيها تنظيفه كويسه، وتركز قوي على المسام بتاعه الخشب. يعني لو الدرج بتاعك بلاستيك زي ده كده خلاص انت بتنظف كويس وبالفرشه بتنظف وتشيل اي حاجه لازقه. لكن لو لسه بتستخدم الحاجات اللي هي الخشبيه، الدرج بتاع العش الخشب ده، خلاص ركز في المسام بتاعه الخشب دي. مهم ان انت تنظف الفضلات اللي فيها كويس جدا، والاتربه اللي بتبقى جواها كويس جدا بالفرشه. وبعد كده بنبتدي نرش على الخشب او الاتراج، او يعني سواء الدرج البلاستيك او الدرج الخشبي او حتى العش من بره ومن جوه، في كل المسام اللي موجوده او الاماكن الضيقه. يعني لو العش بتاعك ما عليه طباع او عليه حاجه بارزه، مثلا حته خشب بارزه او حاجه، تاكد ان الفاش والحشرات بيحبوا المناطق اللي هي الضيقه ديت، اللي بيسكنوا فيها وبيعملوا البيض بتاعهم فيها والعشوش بتاعتهم فيها. فتتاكد كمان ان انت ترش الرش اللي هنرشه، سواء اللي هو الاكتومسرين او بتستخدم اي منتج بيطري مثلا،
وترش بتاعك في، تدخل الحاجات دي كلها ايه في المسام كويس خلاص كده. وبعد كده تحط الايه العش بتاعك في الشمس يتشمس كويس خلاص، وينشف برضو علشان خاطر ما يبقاش فيه ضرر من الحاجه اللي انت استخدمتها. وتبتدي تفرش الايه العش بتاعك، تفرشه بقى بالنشاره مثلا نشاره وسط تمام، تفرشه زي مثلا انا بستخدم ساعات القشر بتاع القشر بتاع الاكل بتاع العصافير بستخدمه. ممكن تستخدم الايه الحاجات اللي هي الخشب المضغوط بتاعت اللي هي بتتباع برضه في الايه في المحلات بتاعت القطط والكلاب والكلام ده. الخشب المضغوط ده ميزته ان هو برضه ايه بيشرب الميه اللي في الفضلات كويس جدا، يعني ممتاز في موضوع الايه الفضلات، اللي هو بيبقى عامل زي كده، بيبقى عامل زي حبايه العلف بيبقى اطول شويه خلاص. بتستخدم الحاجات دي كلها اي حاجه منهم، او عايز تعمل خليط ما بينهم برضو ما فيش مشكله خلاص. كل الكلام ده كويس جدا ومفيد للايه لل يعني ان هو يحافظ على الفضلات، يحافظ على العش ايه العش نظيف. عايزين يخشوا هنا وانا اصلا ايه يعني نفرق ما بينهم، في زغلول منهم دخل هنا انا نفرق ما بينهم علشان ايه علشان اعرف ارجع كل جوز تاني تحت الايه تحت ال كل زغليل يعني تحت الايه تحت الجوز تحت برضو. يعني نقطة مهمة خاصة بالتنظيف اخر نقطة، ان انت وانت بتفرش الفرش اللي هتفرشه ده حط فيه الخلطه اللي بنستخدمها اللي هي بتاعه الايه الحلبه، حبوب الحلبه طبعا ناشفه يعني، اليانسون، الشيح، اخلطهم على بعض كده، اخلطهم على بعض وحطهم في وسط الايه الخلطه بتاعتك بتاعه الفرش وحطها في الايه في الاشوش. نيجي للجزئيه الثانيه بقى في الفيديو المهمه، وهي الخاصه بالتغذيه، لان بقى انا ايه بعتبر ان اللي هو من عمر اسبوع اللي هو اللي قلنا الزغلول ده من عمر اسبوع لعمر وليكن 3 اسابيع، اللي هو مثلا قبل ما هنفطم باسبوع او اسبوعين، المرحله دي هي دي اهم مرحله في التغذيه، دي اللي دي يعني دي اللي بتحدد فيها كل حاجه. طيب ليه شلنا اول اسبوع؟ علشان اول اسبوع احنا بنخاف ان احنا ندي حاجه من الوجبات الطريه او الوجبات اللي هي الايه المنقوعه بقى والمستنبت والحاجات دي، الوجبات اللي فيها من الاخر فيها ميه، وجبات البيض والبقسماط اللي فيها نسبه ميه ديت بنخاف ان احنا نديها في اول اسبوع تمام، وان كانت هي لو نظيفه وانت متاكد من نظافتها مش هتضر الطيور، لكن احنا بنبعد عن ايه؟ بنبعد اول اسبوع علشان احتماليه، حتى لو في احتمال بسيط ان هي يتكون فيها فطريات او يتكون فيها اي حاجه تضر الصغيرين، الزغاليل الصغيره بيكون لسه مناعتهم ضعيفه ومش بيقدروا ان هم يتحملوا الامراض ديت وبيموتوا بسرعه، غير الكبار اللي ممكن يستحملوا الايه الموضوع ده. فمن اول بقى ما بيعدي الاسبوع بنكثف تغذيه بقى بكل اشكالها وكل انواعها بكميات وتنوع كبير، يعني بتقدم بقى للاهالي وجبات المستنبت، وجبات المنقوع، وجبات الطري، الخضروات المبشوره، البيض المسلوق، كل حاجه ممكن ياكلوها قدمها لهم، ولكن بالقاعده اللي دايما بنقولها في كل الفيديوهات بتاعتنا اللي هي قاعده ايه؟ قاعده الكميات، الكميات بتاعه كل عنصر من العناصر تكون قليله، يعني ما نكترش في عنصر بعينه كتير ونقدمه تبقى وجبه احاديه العنصر او ثنائيه العنصر، لا تبقى وجبه فيها 5 6 عناصر، كل ما هتكتر كل ما يعني يبقى احسن، وتقلل كميه كل عنصر منهم علشان خاطر يبقى فيه تنوع في التغذيه. النهارده هتقدم طري، بكره تقدم منقوع، بكره بعد بكره تقدم مستنبت، بعده تقدم مثلا بيض بالبقسماط، ترجع تعيد الترتيب تاني، مش شرط حتى لو مش شرط الترتيب، بس الفترة دي اللي هم ال3 أسابيع دول هم اللي بيعتمد عليهم بنسبة كبيرة صحة العصفور بعد كده
طول عمره، ان انت كثفت له التغذيه بشكل مظبوط ومتنوع. كمان لما تيجي تنظف العشوش والشمس كويسه، عرض الزغاليل بتاعتك للايه؟ عرض الزغاليل بتاعتك ديت للشمس، بس برضه كميه قليله يعني 10 دقائق بالكثير ولا حاجه عشان ما يتضرروش. مهمه جدا ليه؟ ده فيتامين د طبيعي وهيخليهم يستفادوا من اي وجبه انت بتقدمها لهم فيها مثلا كالسيوم او فيها اي عناصر تانية، وهم متعرض جسمهم متعرض للشمس، هيطلع فيتامين د اللي بدوره هيخلي الاستفاده والامتصاص بتاع الكالسيوم اللي في الوجبات بتاعتهم قوي جدا. فتلاقي العظم بتاعهم قوي، تلاقي الريش بتاعهم، الالوان بتاعتهم، حتى كمان الالوان بتاعتهم بتبقى زاهيه وجميله. فالثلاث اسابيع دول اهم ثلاث اسابيع تقريبا في الانتاج. الاسبوع الاولاني بيبقى اسبوع حذر، بنخاف، بنبقى خايفين ان الزغاليل تموت علشان خاطر لسه مناعتها ضعيفه واحجامها ضعيفه وبتحتاج رعايه قويه جدا من الام بالذات، هي اللي بتتعامل معاهم في اول فتره. بعد ما بيعدوا مرحله الخطر دي ويخشوا في المرحله اللي احنا بنتكلم عليها في الفيديو بتاعنا ده النهارده، بتبقى خلاص دورك بقى انت كمربي وكتغذيه. يعني دورك في اول اسبوع قليل، انت ما بتعملش حاجه، كل اللي بتعمله ان انت بتوفر للاهالي الهدوء والبلكم والفلارس بنسبه كبيره علشان خاطر فيهم ايه؟ فيهم عناصر غذائيه كبيره اعلى من الدنيبه. يعني انت ممكن ما تديش دنيبه خالص في اول اسبوع دوت، مش مهمه يعني، او في فتره التاكيل كلها ممكن ما تديش ايه دنيبه. فاول اسبوع دورك محدود، انت بتراقب بس، بتراقب وبتستنى لغايه اما ايه يعدي اسبوع الخطر كده زي ما بيقولوا. بعد كده دورك بقى كمربي شاطر بيبتدي من بعد العمر دوت، عمر الزغلول ده، يبتدي ايه؟ يبتدي دورك بقى. هنا بقى دورك بالظبط كمربي لغايه ما الزغلول يكبر ويتفطم. تمام، شوف ما شاء الله العصفور حجمه، الزغلول حجمه كويس ازاي، الريش بتاعه كامل تمام، ما فيهوش اي ايه مشاكل الحمد لله بفضل الله. تمام، ده هو ده الايه المجهود بتاعك حقيقي، ده المجهود اللي بيبان فيه شطارتك، يعني ده الوقت اللي بيبان فيه شطارتك كمربي. كده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنساش لو عجبك الفيديو انك تشترك في القناه، كمان فعل الجرس بتاع التنبيهات علشان لما الفيديو ينزل تعرف، واللايك والشير طبعا لو الفيديو عجبك. واشوفك في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.